تدوين التاريخ في التعريف هو علم تدوين الحوادث والوقائع التي حصلت في الماضي وأثرت على أمة أو شعب عبر سجل الزمن، ويعرف عند البعض بإسناد الزمن إلى حدوث أمر شائع ومشهور كسقوط دولة أو قيام حرب أو غير ذلك. والمثال على هذا عام الفيل، فكانوا يقولون ولد فلان بعد عام الفيل بعامين. أما التاريخ فيعرف بكونه فهماً لأحداث الماضي لإفادة الحاضر والتخطيط للمستقبل. بدأ ساكنو الصحراء العرب قديماً في الصحراء بتناقل التاريخ مشافهة من خلال القصص لعدم وجود التدوين في العصر الجاهلي، فتناقلوا قصص أيام العرب شفوياً والتي كانت شائعة آنذاك لتروي قصص الملوك والأبطال وسادات القبائل ومآثر الأجداد وأنسابهم والوقائع والحروب.